تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خصوصا الناس اللي كانوا في الصف الاول والمتعلقين بكل السلطات الامنيه. ولذلك الغرض ديالنا من الحفل ان الجامعه ديال اولاد برحيل كتعترف لهم بالمجهودات اللي داروا، ان الجامعه ديال اولاد برحيل ما غاديش تنكر لهم الخير ديالهم اللي داروا. هذا هو الهدف ديالنا من هذا اللقاء، وبالتالي التوزيع ديال هذوك التذاكر وديال هذاك الشهوات التقديريه باش يبقاو معاهم فين ما مشاو، يعني في المسار ديالهم المهني، ولا حتى اللي تقاعد انه تبقى عنده في الدار ديالو تذكروا دائما باللي ان الناس ديال اولاد برحيل راه كيشكروهم ايما شكر على المجهودات اللي داروا في الايام ديال الطوارئ الصحيه واللي كانت كثيره للاسف الشديد، يعني من مارس 2020 الى الان. اذا هذا هو الهدف الاول. الهدف الثاني وهو ان الناس اننا نعرفوا اننا الحمد لله دخلنا واحد المرحله اخرى، مرت الامتحانات كل شيء الاشهاديه ديال البكالوريا وديال التسعه اعدادي وديال السادس، مرت فيه اجواء يعني فرحه الحمد لله، الناس فرحوا باللي نجحوا، اللي ما نجحوا عندهم الدوره استدراكيه. اذا دخلنا الان في اجواء الحمد لله ديال النجاح ديال الفرح ديال انا نترخرخوا من هذوك الاجواء ديال الشحن اللي كانت في هذه الطوارئ الصحيه، الناس مغوبشين، الناس مقلقين، حتى من الناس ما مروجين كذا الى واحد الاجواء الحمد لله الان، وان كان باحتياط راه باقي الامور باقيه صعيبه، ولكن المهم دخلنا لمرحله جديده اللي الحمد لله. داك الشيء علاش كنشكروا هاد الناس، لان بالفضل المجهودات ديالهم وصلنا لهذه المرحله هذه. كيبقى واحد شويه ديال الحذر المواطنين يديروا واحد شويه ديال الحذر، وان شاء الله حتى ما تبقى راه غادي نقزوه الى بالله سبحانه وتعالى. وكنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.